بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية طلابنا وطالباتنا في كل مكان. معكم الأستاذ أحمد الشهاب، مدرس مادة علوم الحاسوب ومؤلف كورس النيرد، جيل 2004، جيل الفخامة، جيل اللي بلش بهمة كبيرة وهمة عالية. إن شاء الله في هذا الفصل رح يكون همتنا كبيرة بإذن الله. طبعا صممنا لكم دورة تحضيرية لكل طلاب الـ 2004. الدورة التحضيرية هاي إن شاء الله رح أخليك تدرس الدرس، تحل أسئلة تضع دائرة وتحل أسئلة الحل. مادة علوم الحاسوب على موقع وتد التعليمي تتوفر على شرح مفصل لكل الكتاب، شرح الأسئلة داخل الكتاب، وشرح الأسئلة الوزارية. دائما بنخلي الموضوع سؤال الحفظ والفهم. هسا أستاذ، بالنسبة لمادة علوم الحاسوب على موقع وتد التعليمي، ده كل المادة، كامل المادة ببطاقة واحدة، بطاقة 35 دينار. طبعا هاي البطاقة شاملة وحدة أولى، وحدة ثانية، وحدة ثالثة، وحدة رابعة. كل المادة مشروحة بالتفصيل، تقدر تسأل طلاب السنوات السابقة عن النت. خليك معي دائما، بدك أي استفسار على الرقم الآتي 0796459006، وإن شاء الله منجاوب على الجميع. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.